أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها كالعادة بالعناوين. من صحيفة الأيام: الأطباء الأجانب في شبوة بلا رواتب منذ أشهر. ومن المصدر: الحوثيون يفشلون في إطلاق صاروخ باليستي إلى مدينة مارب. ومن صحيفة البيان: 417 مليون دولار غرامة شركة أمريكية أخفت تحذيرات عن زبائنها. وأخيرا من القدس العربي: مدينة لا أحد يسير فيها على قدمي. أهلا بكم. ربما لن يصدق أحد أن الأطباء القادمين من وسط آسيا وتحديدا من أوزبكستان للعمل كبعثات طبية في محافظة شبوة يعملون فيها بلا رواتب منذ أشهر، وفقا لصحيفة الأيام. محافظ شبوة يوجه بصرف مرتبات البعثات الطبية الأوزبكية المتوقفة منذ أشهر. ووجه محافظ شبوة اللواء علي بن راشد الحارثي بضرورة معالجة مرتبات البعثة الطبية الأوزبكية العاملة في عدد من المستشفيات المحافظة وبصورة عاجلة. وأكد خلال لقائه ممثلين عن البعثة والأطباء اليمنيين العاملين بالتعاقد بأن قيادة المحافظة ستعمل على دراسة عدد من الخيارات الأساسية التي تكفل تأمين مرتبات البعثة وبصورة شهرية. وأعرب عن أسفه لتأخيرها طيلة الثمانية الأشهر الماضية جراء حرب الميليشيات العبثية التي استنزفت الموارد المالية الوطنية وأكلت الأخضر واليابس في اليمن، وثمن صبر البعثة وحرصها على تأدية واجباتها الإنسانية في المستشفيات، وكذا دورها في تحسين الخدمات الطبية في المستشفيات التي تعمل فيها. مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور ناصر المرزقي أكد حاجة المستشفيات الشديدة لعمل البعثات فيها، موضحا بأن قيمة استحقاقاتهم مع الأطباء اليمنيين العاملين بالتعاقد خلال الثمانية الأشهر الماضية يتجاوز 100 مليون ريال. في موقع الموقع بوست ورد خبر اعتقال صحفي من قبل ميليشيا الحوثي، وعنون الموقع: نقابة الصحفيين تدين اختطاف الميليشيا للصحفي محسن وتطالب بإطلاق سراحه. حيث أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين اختطاف ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح للصحفي عبد الرحيم محسن، والذي اختطفته في مدينة الراهدة يوم الثلاثاء وكان قادما من قريته لمراجعة الطبيب إثر تدهور صحته. وقالت النقابة في بيان لها: حصل الموقع بوست على نسخة منه أنها تلقت بلاغا من أسرة الصحفي عبد الرحيم محسن تفيد فيه باختطاف الزميل من قبل مسلحين بزي مدني في إحدى النقاط بمنطقة الراهدة واقتياده وسيارته إلى مكان مجهول، كما قام مسلحون بتفتيش منزله في قريته بمديرية الصلو محافظة تعز. وحملت النقابة ميليشيات الحوثي والمخلوع كامل المسؤولية عن سلامة وحياة الصحفي وأمنه الشخصي، وطالبت بسرعة الإفراج عنه وإعادة سيارته ومقتنياته. الروائي المعروف واسيني الأعرج كتب مقالا في القدس العربي عن مخاطر تحيط بالعالم العربي الذي يموج اليوم بين الكثير من جدران الخلافات وأسوار الحرب. وقال واسيني في أجزاء من المقال: نوعان من المخاطر تتهدد العالم العربي: الخطر الذاتي النابع من عمق التناقضات الداخلية الذي يتبدى واضحا اليوم من خلال الصراعات القاتلة المؤدية حتما إلى خطر التمزق وانهيار الدولة التي أصبحت هشة في البلدان العربية جميعها، سوريا، العراق، اليمن، بعض بلدان الخليج العربي، حتى مصر. يضاف إلى ذلك مخاطر أخرى تبدو ثانوية لكنها شديدة الأهمية تحدد بالأولى. أما الخطر الثاني فهو خارجي في مظاهره العامة: ماذا يفعل العرب لمواجهة الخطر القادم من خارج الحدود؟ وهو أمر وارد جداً. الحروب لم تنتهي. ما هو السلاح العربي؟ أو الأقل الاستراتيجية المهيئة؟ مخطط ألف ومخطط باء لمواجهة قوى أجنبية محكومة بمصالح آنية وأخرى بعيدة المدى تفرضها المتغيرات المختلفة، وثالثة استراتيجية رهينة العلاقات الدولية. الخطر الذاتي ليس ذاتياً كلياً كما يظهر شكلياً،
لكنه يدخل فيه شركاء كثيرون، أي أن العرب ليسوا سادة أنفسهم وخياراتهم، بل قد يسهم في تفكيك بعضهم بعضاً بسبب خلافات قبلية، مصلحية صغيرة، زعامية وغيرها مملاة من الخارج. العالم العربي لم يتمزق أو يدخل في حروب بينية وأهلية لأنه أراد ذلك. طبعاً العامل الداخلي موجود ومهم، ولكن أيضاً هناك العامل الخارجي الذي يملك القوة والسلاح في ظل خيارات دولية أكبر من الإرادات العربية. الخطر الأجنبي يخضع لاستراتيجية خاصة يهم فيها بالدرجة الأولى الأمن الأوروبي والأمريكي، وما عداهما عالم غير موجود على وجه الأرض تتكفل به الهيئات الدولية المدنية التي تحولت مع الزمن إلى أداة لقياس المخاطر ووسيلة إصغاء للمسارات والتذبذبات التي تهم أوروبا وأمريكا كثيراً لترتيب وإعادة ترتيب مختلف السياسات والاستراتيجيات القادمة من وراء البحر. العنوان الرئيسي الذي تصدر موقع المصدر أونلاين: الحوثيون يفشلون في إطلاق صاروخ باليستي من البيضاء باتجاه مدينة مارب. قال مصدر محلي إن مسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح فشلوا في إطلاق صاروخ باليستي باتجاه مدينة مارب شرق العاصمة صنعاء. وذكر المصدر للمصدر أونلاين أن الحوثيين أطلقوا الصاروخ من مديرية السوادية بمحافظة البيضاء وسط اليمن، وأوضح أن الصاروخ سقط على مقربة من موقع إطلاقه وبالتحديد في أرض زراعية بالمنطقة دون أن يسفر الحادث عن سقوط ضحايا. يتابع الموقع: يطلق الحوثيون بشكل مستمر الصواريخ البالستية نحو المدينة التي تعد معقلا للقوات الحكومية وقوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، لكن المنظومة التابعة للأخيرة تعترضها. إلى موقع عدن تايم، والذي عنون في أحد موضوعاته: نافذون يبيعون أراضي المواطنين في بئر فضل بعدن. قال الموقع: ناشد ملاك أراضي وفي مخططات منطقة بئر فضل كلا من محافظ محافظة عدن ومدير الأمن وجهات الاختصاص إيقاف أعمال البسط والبيع لممتلكاتهم. وقالوا في شكواهم عبر عدن تايم إن نافذين في منطقة بئر فضل قاموا بالبسط على الأراضي الخاصة بالمواطنين وعمل مخططات جديدة وعقود عشوائية وعرضها للبيع، متجاهلين ملكية المواطنين الحائزين على تلك الأراضي بموجب عقود الإسكان منذ أكثر من 26 سنة، وطلبوا بسرعة تدخل الجهات الرسمية وإيقاف المعتدين، داعين كل من لديه أرضية في تلك المنطقة بالتجمع واتباع الإجراءات ضد المعتدين. قبلة على جبين كل مغترب. تحت هذا العنوان كتب أسعد عمر مقاله المنشور في موقع بلقيس، وقال الكاتب: المغتربون اليمنيون هم الجنود المجهولون في هذه المرحلة، ومثلوا مجتمعين حامل حمى لاستقرار الوضع الاقتصادي في اليمن، ويبقوا أحد أهم أعمدة استقراره عند وضعه الحالي. ليس هذا وحسب، فهم من تحمل تبعات انقطاع المرتبات، وتحمل المغترب الواحد إعالة أسرتين إلى ثلاث، ناهيك عن دعمهم الإنساني للعديد من الحالات أو الأعمال الخيرية عبر التبرعات التي شرعوا في القيام بها منذ اللحظات الأولى لنشوب الحرب، وكانوا السابقين وما زالوا لإيصال المساعدات الإنسانية المادية والعينية لمستحقيها، إضافة إلى قيام البعض منهم بتنظيم الحملات لتمويل تنفيذ بعض المشاريع الخدمية من طرق وغيرها في العديد من المناطق، وكان لجهدهم هذا الأثر الكبير من التخفيف من معاناة المواطنين، خاصة في ظل غياب مؤسسات الدولة المعنية. وإزاء كل ذلك، فإنهم يستحقون منا كل الشكر والامتنان والانحناء لهم إجلالاً واحتراماً لما قدموه من عطاءات، وتجشمهم العناء للحد من معاناة إخوانهم وتحملهم لويلات الحرب، وصمودهم أمام متاعب الاغتراب بكل صبر في صورة عكست مدى عمق الانتماء الوطني ومستوى الوعي العالي والإيمان بالوطن وقضيته. تحية إجلال لكل مغترب يمني أينما كان وأياً كان موقفه وانتماؤه وتوجهه، ويكفي من كل منهم هذا المشوار الكفاحي الجبار والدور النضالي المشهود. ولا أعتقد أني مخطئ إذا قلت أنهم أكثرنا ثباتاً ومسؤولية تجاه ما يعيشه الوطن في هذه المرحلة.
نقرأ لكم عددا من العناوين البارزة التي تصدرت الصفحة الأولى لصحيفة أخبار اليوم، ومنها: بعد أن وصفهم بالميليشيات، الحوثيون يتهمون صالح بالخيانة وطعنهم بالظهر. وعنوان آخر: مسلسل الانطفاءات في عدن يتواصل رغم التصريحات بحل أزمة الوقود، ومصدر في الكهرباء يكشف السبب. ومن حضرموت: مسلحون يغتالون ركن استخبارات اللواء العاشر. وفي ندوة بمقر الأمم المتحدة: الانقلابيون يريدون وقف الطيران ليفتكوا بالشعب. موقع الاشتراكي نت نشر تقريرا عن المغتربين ودورهم في الوقت الحالي، وعنون الموقع: المغترب اليمني ودوره في التخفيف من أهوال الحرب. قال الموقع: بات المغترب اليمني يلعب دورا محوريا في التخفيف من أهوال الحرب ومآسيها المتواصلة منذ ما يقارب 3 أعوام، من خلال استمرار التحويلات وأيضا تبني مبادرات إنسانية كان لها دور في إنقاذ الآلاف ممن تقطعت بهم السبل. يؤكد الموقع أن تحويلات المغتربين تضاعفت خلال فترة الحرب عما كان عليه الوضع سابقا، الأمر الذي أصبح يشير إلى وجود مبادرات يطلع بها المغتربون. قال الموقع إن المغترب اليمني يستحق في هذه الحرب لقب الجندي المجهول، وتقوم مبادرات المغتربين على تجمعات تقوم بجمع التبرعات، في الغالب يكون هؤلاء من منطقة واحدة ويتكفلون بالتخفيف من الأعباء التي يواجهها المواطنون ضمن النطاق الجغرافي الذي ينحدرون منه، لكن أيضا هناك ما يتجاوز هذا الإطار ليشمل تجمعات أوسع. ولقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. صحيفة العرب الجديد تناولت التطورات الأخيرة بين الحوثيين وعلي صالح، وقالت في تصعيد جديد: أصدرت ما تسمى باللجان الشعبية الجناح المسلح لجماعة الحوثيين بيانا يهاجم حليفهم علي عبد الله صالح ويتهمه بالغدر وتجاوز الخطوط الحمراء. وكان صالح خلال خطاب له منذ يومين تحدث عن مسلحي الجماعة أو ما يسمى باللجان الشعبية التابعة لها ووصفها بالميليشيا، إلى أن التسمية أثارت حفيظة الجماعة لتصدر بيانا يحمل لهجة تصعيدية غير مسبوقة. قال بيان اللجان الشعبية للحوثيين الذي نقلته قناة المسيرة التابعة للجماعة: إنها قوة شعبية وطنية في طليعة المعركة التاريخية إلى جانب الجيش في مواجهة عدوان هو الأخطر على اليمن، فتأتي الطعنة من الظهر بأن توصف بأنها ميليشيا، فذلك هو الغدر بعينه. وأضاف البيان أن ما قاله صالح تجاوز لخط أحمر ما كان له أن يقع فيما وقع إلا لكونه متربصا شرا منخلعا، وهو المخلوع عن كل شيمة ومروءة وطنية ودين وأعراف وأسلاف، متنكرا لنهر من الدماء المقدسة، وعليه تحمل ما قال والبادئ أظلم. ومن المقرر أن تشهد صنعاء يوم الخميس القادم مهرجانا جماهيريا ينظمه حزب صالح بذكرى تأسيسه 35، إلا أن الحوثيين أعلنوا تحفظهم على المهرجان ووجهوا دعوة لإقامة اعتصامات بمداخل العاصمة لحشد المقاتلين للجبهات. أما صحيفة الخليج فقالت إن العاصمة المؤقتة عدن تخوض معركة من نوع آخر، وذلك لتوفير الخدمات الأساسية، في مقدمتها الكهرباء التي تشهد تحسنا نسبيا من حين لآخر، ورغم مضي نحو أكثر من عامين على نجاح قوات المقاومة والجيش من تحريرها، إلا أن الخدمات الأساسية ما زالت على ما يبدو متعثرة بفعل فاعل. وتشهد كافة مناطق ومديريات عدن حاليا أزمة خانقة في توليد الطاقة الكهربائية، تزامنا مع سخونة درجات الحرارة التي عادة ما تكون مرتفعة في فصل الصيف من كل عام، الأمر الذي ينعكس سلبا على حياة مختلف فئات وشرائح المجتمع. كما تشهد عدن أزمة بتوفير المشتقات النفطية، حيث شوهد اصطفاف السيارات المختلفة في طوابير طويلة أمام محطات تعبئة الوقود.
بحلول خريف العام 1952 لم تكن هناك أي أهداف فعلية باقية لتضربها الطائرات الأمريكية. كانت كل بلدة مهمة ومدينة ومنطقة صناعية في كوريا الشمالية قد قصفت مسبقاً. هذا جزء من مقال كتبه داريوس هيبسي من معهد رون بول، أعادت نشره صحيفة الغد وقال في أجزاء منه: يفشل الناس الذين يجلسون أمام شاشات حواسيبهم والذين يزعمون أنه كان على الولايات المتحدة نصف كوريا الشمالية قبل زمن طويل في إدراك حقيقة أن الولايات المتحدة كانت قد فعلت ذلك بالضبط، وكذلك حقيقة أن الولايات المتحدة تسببت بالتحديد في الظروف التي تجعل دولة مثل كوريا الشمالية ترغب في حيازة أسلحة نووية في المقام الأول. كما يفشل هؤلاء الناس في إدراك أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تجريان تمريناً يحاكي غزواً لكوريا الشمالية كل عام، وأنهما خططتا أيضاً للتمرين على محاكاة توجيه ضربات نووية لذلك البلد أيضاً. بل إن الولايات المتحدة في تمارينها العسكرية المشتركة المنتظمة مع كوريا الجنوبية جعلت القاذفات تطير منخفضة إلى الحدود بين الشمال والجنوب حين تقوم بإسقاط قنابل بزنة 900 كيلوغرام. وإذا من هو الذي يستفز من؟ إذا وجدت نفسك خائفا من كوريا الشمالية، حاول أن تتخيل كيف يشعر الكوريون الشماليون إزاء حكومتك الحالية وحكوماتك السابقة. لا أحد يدعي بأن كيم جونغ أون قديس، لكنه لا يقوم الآن بقصف أحد، وسوف تؤدي أي محاولة منه لقصف حلفاء أمريكا أو قواعدها إلى اغتياله الحتمي وتدمير نظامه بأكمله. كما ستخلق مثل هذه الحرب أزمة لاجئين تجعل الأزمة الحالية تبدو شاحبة بالمقارنة. لم يعد أحد يمشي على الأرصفة في جاكرتا، هذا ما توصل إليه الصحفي في نيويورك تايمز جو كوهران الذي راصد حال المدينة المكتظة بالسيارات والأرصفة المتصاعدة، وفي الموضوع الذي أعادت نشره صحيفة القدس العربي بعنوان: مدينة لا يمشي فيها سكانها. قال الصحفي في تقريره إن الناس يفضلون السيارات ولا يحبون المشي لأن أغطية المجاري مفقودة وهناك مخاوف من وقوع ضحايا، والأسلاك الكهربائية مكشوفة، والدراجات النارية تبدو عدوانية وهي تستخدم ممرات ملتوية إضافة إلى اكتظاظ مواقف السيارات. تقول إحدى الساكنات: لا أشعر بالأمان سيرا على الأقدام لعدة أسباب، الأرصفة هناك رهيبة، في بلدان أخرى لديهم أرصفة واسعة فقط للمشاة. وفي دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة ستانفورد، جاءت أندونيسيا رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان في آخر 46 بلدا وإقليما لعدد خطوات المشي التي يتخذها مواطنوها. موقع الهاف بوست نقل بالتفاصيل قصة الشيخ المسن الذي تكفلت الحكومة التركية بإرساله للحج. قال الموقع: شاهد الحسن وهو شيخ غني طائرة بدون طيار أطلقها فريق قناة تي آر تي وورد التركية لتصوير مقاطع خاصة في سماء قرية كوجوبا الغانية أثناء زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان للبلاد قبل أشهر، يتوجه الرجل نحو طاقم العمل مباشرة ويستفسر منهم عن الطائرة وآلية عملها. كان لجملة حسن البسيطة مفعول السحر، إذ نشرها طاقم العمل برفقة صورة عفوية له مع الطائرة عبر الشبكات الاجتماعية لتحقق بعد ذلك صدى واسعا داخل البلاد، حيث قال حسن لأحد طاقم العمل: هل يمكنك أن تجعلها أكبر قليلا لتنقلني أو لتقلني إلى مكة المكرمة؟ وبعد انتشار جملة حسن وقصته ووصولها لجمهور أكبر في تركيا، أجرى ضابط في الشرطة اتصالا بسفارة بلاده في العاصمة الغانية أكرا طالبا منهم مساعدته في البحث عن الشيخ لتحقيق حلمه. صحيفة البيان عنونت:
تعويض مريضة ب 417 مليون دولار، حيث أصدرت محكمة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية حكما يقضي بدفع شركة جونسون أند جونسون 417 مليون دولار أمريكي لصالح سيدة قالت أنها أصيبت بالسرطان بعد استعمال بودرة الأطفال التي تنتجها الشركة. وأشار حكم المحكمة إلى أن الغرامة تضمنت 70 مليون دولار تعويضاً للسيدة و347 مليون دولار عقاباً للشركة. الدعوى حركتها في كاليفورنيا سيدة تدعى إيفا إيشيفيرا تبلغ من العمر 63 عاماً. قالت إنها بدأت تستعمل بودرة جونسون للأطفال منذ أن كان عمرها 11 عاماً وأصيبت بالسرطان منذ 10 سنوات. وكان تشخيص الأطباء مفصلياً في هذه القضية حسب ما قال محاموها، وتعد هذه الغرامة الأكبر حتى الآن في حق الشركة التي تواجه سلسلة من الدعاوى القضائية على خلفية عدم تحذيرها بشكل كاف من احتمالات الإصابة بالسرطان جراء استعمال منتجاتها التي تعتمد على بودرة التلك. وأشار المدعون في القضية إلى أن الشركة كانت على دراية بأن هناك مخاطر بالإصابة بالسرطان تتعلق باستعمال بودرة التلك، إلا أنها أخفت المعلومات عن الجمهور. الشباب وثورات الربيع العربي، تحت هذا العنوان كتب رضوان زيادة مقاله المنشور في صحيفة الحياة اللندنية، وقال في أجزاء من المقال: انطلقت ثورات الربيع العربي عام 2011 وكأنها تعبير عن الانفجار الاجتماعي وفشل طريقة الحكم سياسيا واقتصاديا. وبعد 6 سنوات من بداية شرارتها، فشلت معظم دول الربيع كمصر وسوريا وليبيا واليمن في إنجاز عملية التحول السياسي باتجاه بناء نظام ديمقراطي ليبرالي يحقق تطلعات الشباب الذي كان في طليعة التظاهرات المليونية الحاشدة التي ملأت شوارع العواصم العربية. ولم تستطع هذه الدول الاستفادة من خبرات التحول الديمقراطي في مناطق أخرى من العالم كدول أوروبا الشرقية في التسعينيات من القرن الماضي وأمريكا اللاتينية في الثمانينيات من القرن ذاته. لقد تم تحطيم الآمال المشرقة لهؤلاء الشباب بتحقيق مزيد من الحريات الشخصية وإنهاء الركود السياسي والاقتصادي الذي عاشوه على مدى عقود. وبدلا من ذلك، شهد عدد من البلدان العربية ثورات مضادة، حيث اجتاحت هذه الدول صراعات داخلية وحروب أهلية أو عادت الأنظمة السابقة ببساطة إلى الحكم. وبالنظر إلى الفترة الزمنية القصيرة نسبيا التي تمت فيها تحولات الربيع العربي، وشهدت ثورات ثم اضطرابات سياسية واجتماعية واقتصادية، فمن الضروري أن لا يتم الحكم على فشلها بالنظر إلى الانتكاسات التي حدثت سواء في مصر أو سوريا أو اليمن. هناك بالطبع الكثير من أسباب التشاؤم في المدى القصير وربما المتوسط في العالم العربي اليوم، ولكن عندما يتعلق الأمر بثورات الشباب فإن الرهان الأكيد هو أن معظم إنجازاتهم الحقيقية ستأتي بعد عقدين على الأقل. إن جيل الشباب العرب الذين قادوا الثورات هو في الواقع أكثر تميزاً بكثير مما صنعه رواد الاستقلال عن الاستعمارين البريطاني والفرنسي في بداية القرن الماضي. مجموعة من الصور الساحرة نشرتها صحيفة الديلي تيليغراف، نقلنا لكم بعضها لتشاهدوها. نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله.